يتفضل الآن معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ليلقي كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات الأخوة والأخوات، إنه لمن دواعي القبطة والسرور أن نشهد اليوم معكم افتتاح معرض مشروع لآل الكويت المدن البحرية، وأن نشارك بتكريم السادة الفائزين بمسابقة أفضل التصميم لفكرة إنشاء هذه المدن على ضفاف خليجنا المعطاء. لا شك بأن هذه الفكرة تعبر بحق عن تفاعل أبناء هذا البلد نحو مسؤولياتهم حيال بلدهم والتطور المستقبلي لنمو الكويت وتكامل صورتها في كافة الأوجه والمجالات، كما تعبر أيضا عن تحسس حقيقي لحجم الأعباء التي تتحملها الدولة من أجل توفير الرعاية الإسكانية للمواطنين والرغبة الصادقة في المشاركة والإسهام في تحمل بعض من هذه الأعباء تعزيزا لمسيرة الخير والعطاء التي تحرص الدولة كل الحرص على الوصول بها إلى ما يصبو إليه أبناؤها. ولعلكم تشاركونني الرأي أيها الأخوة والأخوات أنه مما يضاعف من أهمية هذه الفكرة ويحيطها بكل دواعي القبطة أنها جاءت أساسا من أبناء هذا البلد الطيب الذي عاش فيه الآباء والأجداد على البحر، وكان بالنسبة لهم مصدر إلهام بأفقه الواسع ومبعث رزق وعطاء بأعماقه الغنية. أيها الحفل الكريم، إن فكرة إقامة المدن البحرية تمثل تجسيدا صادقا لارتباط الكويت وأهلها بالبحر منذ القدم، وتمثل أيضا تواصلا لن ينقطع لذلك الارتباط الذي نرى فيه مصدر عطاء عبر أجيال متعاقبة، كما أن إقامة هذه المدن ومن خلال ما تيسر لنا من إطلاع سريع على بعض مخططاتها تمثل بحق بعدا جماليا سيضاف إلى ما سنحرص على توفيره من جوانب جمالية لبلدنا العزيز. وختاما، أود أن أتوجه بالشكر والتقدير للسادة القائمين على هذا المشروع الرائد، وعلى رأسهم الأخ الفاضل خالد يوسف المرزوق لدوره البناء في المساهمة في النهضة العمرانية التي تشهدها الكويت. كما أتوجه بالشكر والتقدير للأخ الدكتور إبراهيم ماجد الشاهين لجهوده وإسهاماته الواضحة في إبراز فكرة هذا المشروع. أكرر تهنئتي للفائزين في مسابقة أفضل التصميم، راجيا من الله العلي القدير أن يوفق الجميع إلى ما فيه خير ورخاء بلدنا بقيادة أميرنا المفدى وولي عهدها الأمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتفضل الآن السيد خالد يوسف المرزوق ليلقي كلمته نيابة عن القائمين بالمشروع، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. لله الحمد، ولكويتنا العزة والمجد، ولأهلها وللمقيمين عليها الصحة والسعادة. صاحب السعادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، حفظك الله ورعاك. أصحاب السعادة أيها الأخوة والأخوات، نيابة عن إخواني رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الزميلة والعاملين بها المشاركة في مشروع لآل الكويت، وإصالة عن نفسي أتقدم لسعادتكم بخالص الشكر لشمولكم حفلنا هذا برعايتكم، ولكم جميعا خالص الشكر على تشريفكم لحفلنا هذا.
لنعرض أمامكم جانبا مما يقوم به القطاع الخاص في الكويت ومساهمته مع القطاع العام في مشاريع الإسكان ضمن الخطة الإسكانية للدولة. وما كان لنا أن نصل إلى هذه النتائج التي سنطرحها عليكم لولا مباركة وتأييد وتشجيع والدنا وأميرنا وراعي نهضتنا صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، الذي شرفنا بمشاهدة المعرض الذي يقيم في قصر بيان العامر يوم الأحد الموافق 18/10/1989، وسمو الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، الذي شرفنا بمشاهدة المعرض الذي يقيم في قصر بيان العامر يوم الأربعاء الموافق 11/10/1989، وتشجيع ومؤازرة مجلس الوزراء الموقر واللجنة العليا للمخطط الهيكلي ولجنة شؤون البلدية السابقة والحالية ومجلس حماية البيئة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت ممثلة في كلية الهندسة والعلوم وجمعية المهندسين الكويتية ولكل من قدم لنا يد العون والمساعدة، أقول لهم جميعا جزاكم الله ألف خير وشكرا لكم جميعا، فلولا دعمكم وتشجيعكم ما كان لنا أن نستطيع الاستمرار بالسير قدما في هذا المشروع العملاق. أيها الحفل الكريم، على الرغم من أن الدراسات المبدئية التي تمت حتى الآن تبشر وتشير إلى جدوى المشروع، إلا أننا وكما وعدنا كل مسؤول في هذا البلد الطيب فإننا هنا وأمامكم جميعا نجدد العهد والوعد بأننا سوف نقوم بكل الدراسات الاجتماعية والبيئية والمادية، واضعين نصب عيننا مصلحة الكويت وأهلها فوق أي اعتبارات مادية. أيها الحفل الكريم، أن حكومتنا الموقرة لا تألو جهدا في تقديم الرعاية الإسكانية لمواطنيها، وأننا على قناعة تامة بأن للقطاع الخاص دورة هام وحيوي في المساهمة بحل المشكلة الإسكانية في الكويت. وانطلاقا من ذلك فقد تقدمنا بمشروع لعالي الكويت تلبية لدعوة حكومة الكريمة لهذا القطاع بالتقدم بمشاريع إسكانية تساعد في حل المشكلة الإسكانية. وفي ختام كلمتي أشكر لكم باسم زملائي وباسمي حسن استماعكم وضيوفنا الكرام تشريفكم، وأخص بالذكر لجنة التحكيم المكونة من المهندسة فاطمة ناصر سعود الصباح والمهندس فهد عبد الله الحساوي والدكتور إبراهيم الماجد الشاهين والثلاثة من الكويت والبروفيسور فرانسوا فيجيه من أمريكا والمهندس تشارلز كوريا من الهند والمهندس لورنس نيلد من أستراليا والبروفيسور أدموند هابل من إنجلترا على ما بذلته من جهد مشكور في اختيار الفائزين. ثم أن هنالك الكثير من الجنود المجهولين الذين تعبر أعمالهم وجهودهم عن إخلاصهم، فلهؤلاء جميعا خالص الشكر والتقدير. وفقكم الله ورعاكم وليحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه في ظل والدنا وراعي نهضتنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء المؤقر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.